لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. ومع الدرس الثامن من سلسلة دروس فقه الزكاة في المذهب المالكي، في هذه الحلقة أتناول زكاة الحرث ومقدار ما يخرج منها. وفي هذا يقول سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ونفعنا بعلمه وببركته آمين، يقول: وهي في الثمار والحب العشور، أو نصفه إن لا تسقي يجور، خمسة أوسق نصاب فيهما في فضة قل 200 درهما. سبق أن ذكرت في درس سابق أن الزكاة تجب في 20 نوعا من الحبوب والثمار، وهي التي لا تفسد بالادخار، وقد ذكرت أنواعها. وأما الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة، لما روى الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤخذ من الخضروات والفواكه الصدقة. وابن عاشر رحمه الله يقول: ويقول وعسلون فكهتون مع الخضار، إذ هي في المقتتي مما يدخر. لكن نقول هذا كان قديما، لما كانت الفواكه والخضروات قليلة، كان الناس يعني لا يهتمون بهذه الأمور. أما الآن فهناك ضيعات كبيرة، يعني يجني أصحابها منها الملايين. هناك يعني هناك من يملك فيرمات للفواكه، هناك كاين اللي عنده فيرما ديال الفواكه، وكاين اللي عنده فيرما ديال البرتقال وديال التفاح وديال الفريز، يجني منها الملايين. يعني ونقول هذا لا تجب فيه الزكاة، لأن هذا فيه إجحاف على الفلاح الصغير الذي يزرع الحبوب ويزرع القطاني. والحنفية يعني يقولون بوجوب الزكاة في الخضروات والفواكه، ولهذا ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن يقول: وضع أبو حنيفة الآية نصب عينيه فأصاب الحق. والآية هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أولا نصاب زكاة الحرث. لا تجب الزكاة في الثمار والحبوب إلا إذا بلغت خمسة أوسق. ويقول ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه في كتابه الرسالة، يقول: ولا زكاة يقول ولا زكاة في الحب والثمار في أقل من خمسة أوسق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. وابن عاشر في الأبيات التي نحن بصددها يقول: خمسة أوسق نصاب فيهما. وهنا الضمير يعود على الحب والثمار، فيهما أي في الحب والثمار. والأوسق جمع وسق، وهو 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، وهو مقدار يعني زكاة الفطر، أي الصاع الذي نخرج به زكاة الفطر. ثانيا القدر الواجب إخراجه. هذه الحبوب والثمار إذا سقيت بالأمطار والأنهار والعيون، بمعنى سقيت بما لا كلفة فيه ولا مشقة فيه،
هنا يكون الواجب إخراجه هو العشر. العشر. أما إذا سقيت، إذا كان السقي بالآلة وبالتعب والمضخات المائية ونحو ذلك، القدر الواجب هنا إخراجه هو نصف العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والغيام العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. وقال القاضي عياد، قال: الثانية البعير الذي يرفع به الماء من البئر. الثانية البعير الذي يرفع به الماء من البئر. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر رحمه الله بقوله: وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلت سقي يجر. مسألة أخرى وهي إذا سقيت بالآلة تارة وبالمطار والغيوم تارة أخرى، بمعنى هذا الزرع يعني مرة يسقى بالأمطار ويسقى بالعيون، ومرة يسقى بالآلة. هنا بمعنى إذا تساويا، ففي هذه الحالة الذي يخرج المزكي نصف زكاته على أساس العشر، ونصف زكاته أيضا على أساس نصف العشر. وإذن هذا ما يتعلق بهذا الجانب الذي هو زكاة الحرث والنصاب فيها ومقدار ما يخرج منها، مع الاستشهاد بالنصوص الشرعية والاستشهاد كذلك بأقوال العلماء. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين.